السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم فيديو جديد مع سلمى. الفيديو ديال اليوم مختلف، هانتوما كتشوفوا هذه الجلابه جديده، يلا نبتها، يلا نقول بسم الله. ها هي الشمطه، ولكن السيده اللي جبتها لي قالت لي عافاك، يعني شوش النطر على ملي جيت تقطع بالمقاس ولا ما عرفاش الصراحه. كيف ما كنقولوا، مية تخميمه تخميمه ولا ضربه بالمقاس، هي هذه واقيلا اللي كنعنيوها. اول حاجه قبل ما نبت او قبل ما نرشم، غنحاول بما امكن نخصنا نعمل نفس الرشمه اللي في الصدر، ضروري خصنا نعملها في القب، ولكن كنظن في القب عتجي كبيره، لان كيف ما كتشوفوا السلته الصغيره. ودابا اول حاجه اللي غنعملو هي نحاولو نغرزو هذا الشيء باش نشوفو كيفاش عتجي هاد الزواق. هاد الخطا هذا يمكن وقعوا فيه بزاف كاملين بينا، ماشي غير كاين الناس ديال الراندا كيوقع لهم بزاف هكذا. كنشوف في الجروبات كتقول لكم عافاكم خايله شنو على الاماكن اللي كيقولها لا ضروري خصك تغرم تسو، ما كيخموش في بعض الاحيان، ما كيكونش ماشي غير على حسب تسو بعد غرمو، كيبقى حتى الوقت ما كايناش، فكتكون بعد المرات في الاعياد ما كنجبروش كاع ديك التساوب هذاك نفس التساوب. فهنا غنحاولوا بما امكن نعملوا له الزواقه، وفي نفس الوقت يعني نغطيو له على هاد الديفو الكبير اللي كتشوفوه. فهاد الفكره هذه اللي غنعملها اليوم راه ماشي فقط القطعه، راه بامكاننا نعملوها حتى ملي كيتحرقنا التساوب. فبعد المرات كيتحرق الثوب، واحد كنظن هادي كتر من عام ونص، كان عندي واحد القفطان ديال بنيتها الصغيره، وكنت خصني نعمل له الحجار ديال البلانشا. ملي جيت نعمل البلانشا بالزربه مع كانوا عندي البياسات بزاف حرقتها، ملي جيت باش عدلتها ونزلتها في واحد الجروب كلشي كلشي كذبني، قالي لا ما يمكنش، يمكن عملتي ثوب اخر. فبعد المرات حتى الواحد كيقدر يكذبك على ديك التقنيه اللي تقدر تعمل شي تقنيه من ادم اخر ما يقدرش يصورها. فانا نهار اللي نزلت عاونوني انا تحرقت لي جلابه، كي اللي قال لي سك ضروري ما كايناش الحال، شي قال لي عمل لها شي طرزه كبيره، مع انها هي كانت البنيته صغيره وما كانش ممكن نعمل لها طرزه كبيره اكثر من السن ديالها. كيف ما كتلاحظوا فكنحاول نحادي فقط الجنب، ها هما ان شاء الله يا ربي نعدلوها وتجي مزيانه. نشوفوا واش عدلناها مزيانه ولا لا. فاذا كانت في الصدر من التحت فبامكاننا كنا نعملوا الفيزلين باش ما تبانش، ولكن هذه القلبه ديال القب يعني عاجي المنظر ديال الفيزلين خايب في النظر ديالي. المهم الا بغيتو نتوما تعملوا فيزلين يعني لحفظ، يعني جيتو بحال هيدا وقع لكم بغيتو تعملوا فيزلين تعملوا فيزلين، فانا صراحه غنحاول بما امكن ما نعملش فيزلين، ولكن الا شفت هاد الزواقه هادي ما غطات لي شي فضروري يعني نعمل فيزلين. ها نتوما كتشوفوا غطيتها غير باش نعمل الزواقه. فهذا المنتصف ديال القب، غنحاول نعمل رشمه اللي غتغطي لي هاد الجهه هادي. فنعمل هاد الزواقه، نعمل هادي، نحاول نعملها على الطول ديال هاد القطعه هادي. الا ما تغطاتش فضروري ما خصني نكبر الزواقه. لا والو ما تغطات ليش.
حاولت نرسمها بيدي، ها هي عملت هذه كبيرة شوية على هذه، لأن من اللي عملت هذه جاتني صغيرة، فحاولت نعمل كبيرة عليها. وعملت هذه هنا، وكيف ما شفتوا عملتها كبيرة عليها باش تخدني في هذا الموطع. هذا بقى هذا الفراغ، فحاولت نعمل جوج ديال الوريقات كيف ما كتلاحظوا. دابا نجي نشوفو في كلتا الجهتين. فانا شاركت معكم كاملين باش ما تقولوش شي حاجه ما وريتها لكمش. هي انا عند راسيها دابا، لان كنخاف عندك تزول ليا الرشمه وما تبقاش متراسيه بزاف. وهنايا بطبيعة الحال هتقدر تجي شي حجرها صغيرة كيف ما كتلاحظوا. ها هي الضو بزاف ما كتبانش، ولكن ان شاء الله نشاركها معكم ملي نسالي. انا اليوم عطيتكم هي الفكرة باش تشوفوا بان اي حاجه راه عندها الحل. هذه الجهه اللي مقطعه ها انتما كتشوفوها، وهذه الجهه المقابله ديالها دابا ها هي كتبان لكم. فكنتمنى ان شاء الله ملي نساليها نشاركها معكم باش تشوفوا الطريقه ديالي كيفاش كنعمل باش كنغطي على اي عيب عندي، سواء كانت البياسه محروقه او كانت البياسه كيف ما ترى مقطعه بالمقص. راه كاينه اي حاجه يمكن نعدلوها بطريقه سهله ومبسطه. ودابا اجي نعملوا الخدمه. ها انا نبت جهه اخرى، ولكن واحد الملحوظه، خدمت عليها الخيط بزاف بحال اللي عمرت ديك الفراغ. ودابا غنعمل العقيق كيف ما كتلاحظوا. غنطلع بالمهرس في الجناب كاملين. هاد الطريقه هذه كيف ما قلت لكم بامكانكم تعملوها الا تحرقت لكم جلابه، او الا تحرقت لكم الله يحفظ القفطان، اي حاجه تحرقت لكم، او كيف ما وقع السيده يعني القطعه ديال المقص. فهاد الزواقه هذه غتخلي الجلابه كانها جديده وعتظهر في منظر اخر. ودابا عنهود كيف ما لاحظتوا بطريقه جد مبسطه. فهاد الزواقه هادي انا عملتها في الصدر وعملتها حتى في القلب. فان شاء الله في الوسط ديال الفيديو غنوريكم الرشمه كامله باش الا بغيتوا تستافدوا منها. وعمرت هذا الوسط هذا كيف ما لاحظتوا بالزمرد او اي حاجه بغيتوا تعوضوه بالموزون. فانا عمرته باش ما يبقاش ديك الفراغ باين او ديك القطعه هذيك باينه. فانا عملت في هذه الجلابه هذه كيف لاحظتوا المشتقات ديال الموف او البنفسجي، لان بزاف ديال الاخوات كيبغيو الجلابه تكون كلاس، يعني ما نهربوش على الالوان ديالها. فانا عملت فقط المشتقات عفوا ديال الموف. عملت الموف مفتوح والموف مغلوق والغوز مفتوح والغوز مغلوق. ان شاء الله هادي ساليت هاد الزواقه هادي. دابا نبدا معكم. ها انتما كتلاحظوا يعني ما بيناش القطعه في الخدمه، يعني كتبان الخدمه عاديه. دابا نبداو في هاد الخدمه هادي. غناخد سيبورتات صغارين غنحاول نعمرهم في الوسط باش يشدوا لي ديك الخدمه. واللي كنقول لكم وكنعاود لكم، الخيط ضروري خصو يكون على أربعة باش الخدمه ديالنا كتجي مزيره. هانتوما كتشوفوا
كنشد بالسيبورات جهة هاد اليمين وجهة هاد الشمال باش الخدمة كتبقى لي مزيانة، حتى الا تصبنت الجلابة فكتبقى معوطة هكذا في الطول ديالها كامل باش يجي المنظر ديال الورقة. ملي ساليتها فعندور عليها الجوهة المهرس، هذا هو الشكل ديال الجوهة المهرس، فانا شارية الغوز بابي الابي اللي كيعطي اللون. يعني بداو فحال اللي كنعمرو الورقة العادية، كنعمر 5 ديال الجهارات وكنبدأ في الجنب بهكذا، كنطلع حتى الاخر هكذا. طريقة كيف ما لاحظتوا طريقة سهلة ومبسطة. دابا نحتاج الجوهة مهرس اللي انتم كتلاحظوا، فانا اخترت المهرس هذا الابي اللي كيعطي جوج الوان. غنعمل 5 ديال الجوهرات وغنطلع كانني كنطلع الورقه العاديه اللي سبقنا خدمناها. ملي كنساليوها في جهه كنهبطو جهه اخرى، ها هي كيف ما لاحظتوا الطريقه ديالها سهله ومبسطه. يعني 5 ديال الجوهرات المهرس كنطلعو عاوتاني كنهبطو حتى كنسالي الورقه. ودابا غنعمل هاد الطريقه ديال البروش اللي كتلاحظوا، كنعمل البرلا كنعاود فيها مره ثانيه، كناخد هاد النوع ديال الزمرد اللي هو الشكل ديالو طويل واحد شويه، كيتباع 10 دراهم من الخيط. فهاد الطريقه هادي صراحه انا كنعملها في جيلي بلوت مزيونين، كيعجبوني بزاف. الطريقه ديال الخدمه كتجيني مرتاحه شويه، كنخدم بطريقة سهلة يعني وغير معقدة، وبإمكانك يعني ولو تكون مع عمرك ما نبلتي غير تشوف الفيديو وتحاول تطبقه، فهي الطريقة ديالهم كيف ما قلت لكم سهلة. بعد الأخوات قالوا لي سلمى علاش ما كتنزلناش الرشمة، بغيت نقول لكم وكنقول لكم دخلوا الصفحة ديالي ديال انستغرام سلمى سليم تلبات، وان شاء الله هتجربوا بزاف ديال الرشامي، فأنا أي قبطان كنعملو كنشارك معكم الرشمة ديالو. بعد ما ساليتها غناخد زمرد وغنثبتو في الوسط كيف ما كيبان لكم، وها انا الزواقه ساليتها وهانتوما كتشوفوا ما بقاش الاثر ديال القطيع. فكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم.